الذهاب الآن لهذه الكلمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي خلال مراسم استقبال الرحلة المباشرة الأولى من دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي أول رحلة تجارية من طيران فلاي دبي إلى تل أبيب. دعونا نشاهد هذه الكلمة. طيب الآن طبعا هناك كلمة يقدمها رئيس الوزراء في هذا التوقيت، وهو استقبل في مطار بن غوريون في تل أبيب أول طائرة تجارية. دعونا نستمع إلى حديث رئيس الوزراء. نغير التاريخ، نحن نمضي قدما، وبل اليوم نحن نحلق إلى مرحلة جديدة وهي تعمل على تغيير الشرق الأوسط ومستقبل شعوبنا، ولقد تقبل الجميع ذلك، وهذا ما شاهدناه من خلال بدء المشاريع الرائدة. ونعرف أن هذه المشاريع ستزداد بالإضافة إلى ارتفاع عدد تبادل السياح، كما سنعمل على تطوير التكنولوجيات والقطاع الزراعي وقطاع الطاقة وكل المشاريع الأخرى التي تتعلق بالابتكار. هذه هي إحدى الأمور التي نطمح إليها، ودائما ما يسألنا البعض لماذا لم نكن نملك ذلك سابقا، ولكن نحن نعوض عن كثير من الوقت الضائع حاليا. وإحدى الأمور التي لاحظتها بدون أي مبالغة هي وجود الحماس بين شعوبنا لهذا المشروع، ولا سيما أننا الآن نسهل الرحلات الجوية بين تل أبيب وأبو ظبي ودبي والمنامة. أعتقد بالتالي أن التغيير يحدث ليس فقط في وضع إسرائيل، ولكن أيضا كل دول الشرق الأوسط، ولاحظ العالم برمته ذلك. أرحب أيضا بأن سنتمكن من إجراء هذه الرحلات بدون أي تأشيرة سفر، وهذا ما سيزيد من التعاون بين شعبينا. نحن الآن نصنع التاريخ. إذن أود أن أرحب بكم جميعا، وسأطلب منكم العودة مرارا وتكرارا. شكرا جزيلا لكم. إذن تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد وصول أول رحلة جوية تجارية من دولة الإمارات العربية المتحدة على عبر ناقل فلاي دبي، طبعا من إمارة دبي إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، وقال هذه رحلة تاريخية تفتح أفقا لشعبي البلدين، وهناك حماسة شديدة للزيارة. طبعا هذه رحلة تجارية حملت الكثير من مواطني عدة دول لزيارة يعني إسرائيل تجاريا، وهذه الرحلات تم جدولتها بداية من فلاي دبي، ثم ستذهب إلى طيران أيضا الإمارات وطيران الاتحاد خلال الأيام القادمة. يذكر هنا بأن ما بين دولة الإمارات وإسرائيل لا يوجد تأشيرة دخول، تم إلغاء تأشيرة الدخول منذ توقيع اتفاقية السلام التاريخية ما بين البلدين وأيضا مع مملكة البحرين.